فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. نحن كما ذكرنا من طريقة الشيخ رحمه الله أنه إذا دخل في مسألة يفيض فيها ويستكملها ولا يغادرها إلا وقد وفاها حقها من البحث. فالكتاب في مخالفة أصحاب الجحيم منع التشبه بغير المسلمين، والآن دخل في قضية الصلاة والتطويل والتخفيف، فهذا من الاستطراد، لكنه الاستطراد المفيد. نعم. الذي يفيد القارئ ويثقفه ويفقهه في دين الله عز وجل. فهذا من طريقته رحمه الله في كتبه، أنه كان يوفي البحوث حقها ولو خرج عن الموضوع ثم يعود إليه.